بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، نؤكد أنه العراق نعم هناك فسحة وحرية في التعبير عن الرأي أحياناً، لكن هذه الحرية بدأت تتقلص شيء فشيء. اليوم نلاحظ هناك دعاوى قضائية وما شابه على الأسر الصحفية. من جانب آخر البيئة غير ملائمة والبيئة غير آمنة للعمل الصحفي، فمنذ العام 2003 يعني الحكومة الجديدة وحتى اليوم الصحفيين جميعهم معرضين لعمليات اغتيال، لعمليات قتل. حقيقة اليوم العالمي للصحافة ما أعرف إذا أعايد زملاء الصحفيين أو أطلب لهم الحماية من الله، لأن الحماية داخل العراق صارت صعبة تقريبا للصحفيين، بيئة غير آمنة، نقابة الصحفيين العراقيين وكثير من المؤسسات اللي مهتمة بحقوق الإنسان والصحفيين تسجل أرقام مرعبة جدا للانتهاكات اللي تعرضوها الصحفيين، وأيضا تصل لمرحلة القتل للصحفيين، يعني الصحفيين معرضين للقتل والتهديد. في اليوم العالمي لحرية الصحافة نبارك إلى الأخوة العاملين في هذا المجال، ونطالب بتوفير الحماية للصحفيين العاملين، لأنهم تعرضوا إلى شتى محاولات الاغتيال ومحاولات التهديد. كما نطالب الجهات المعنية بتوفير حماية البيئة الآمنة للعمل الصحفي كونه ميداني ويشكل خطورة على حياة الكثير من الصحفيين. كما نطالب بتفعيل قانون حماية الصحفيين العراقيين